كل القرارات تم اتخاذها بالتوافق، وكل القرارات تم إغداءها بمشاركة كل الدول وبالدور الإيجابي. وهذه فرصة لأجدد الشكر للسيد الأمين العام ولطاقمه على المجهودات الكبيرة التي بذلت لإنجاح هذا الاجتماع الوزاري. شكرا. يعني كالعادة ومثلما هو معروف لديكم جميعا، سبق أن المجلس الوزاري مجموعة اجتماعات للجان المعنية بتركيا، إيران، القضية الفلسطينية، موضوعات تحظى باهتمام دول محددة في المجموعة العربية. فلعلي ألفت النظر إلى أنه لجنة تركيا ولجنة إيران عندما اجتمعتا لوحظ يعني عنصرين أساسيين، أنه دائما بيصحب القرار الصادر عن اللجنة والذي بتتبناه الاجتماع الوزاري بيصحبه بيان خاص باللجنة. فنحن نرصد جميعا أنه في تطور في العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية وبين إيران والدول العربية. في نفس الوقت هناك تحسن في العلاقة بين تركيا والدول العربية، وبالتالي اللجنتين قررتا عدم تبني أو إصدار بيانات خاصة بهم كلجان، فده تطور ينبغي رصده. فيما يتعلق بلجنة القدس ولجنة فلسطين، لعل الجميع لاحظوا بالأمس في المؤتمر الصحفي مع وزير خارجية اليابان أنه وزير الخارجية اليابانية تحدث عن المواقف المزدوجة، وعبرنا نحن الوزراء العرب وزير خارجية مصر وأمين عام الجامعة عن تأييدنا لهذه الملحوظة، لأنه هو قال عندما نتحدث عن أراضي محتلة أو عن استخدام القوة أو عن خرق القانون الدولي فلا يجب أن إحنا نختار مناطق بعينها لتنفيذ هذه المبادئ. فأنا شخصيا سقفت ليه، وبالتالي في إطار لجنة فلسطين تم بحث هذه المسألة تحديدا، لماذا يطلب من العرب تأييد مواقف ومبادئ معترف بها بالنسبة لهذه المشكلة تحديدا، وفي نفس الوقت لا يعترف أو لا تعترف بعض عناصر المجتمع الدولي وقوى المجتمع الدولي بنفس هذه المبادئ وتطبيقها على القضية الفلسطينية. من هنا المجموعة توافقت، المجموعة العربية واللجان توافقت على أهمية متابعة أداء الدول خارج المجموعة العربية الدول الأجنبية في مواقفها من القضية الفلسطينية. ما تجوش تقولوا على سبيل المثال نحن نقف مع أوكرانيا ولكن ضد فلسطين، يجب أن يكون الموضوع في سياق محدد واضح. دي نقطة أساسية تحدثنا بها. طبعا الاجتماع التشاوري النهاردة كان اجتماع يعني أراه مفيد للغاية، لأنه كان هناك الكثير من الأفكار التي أطلقت والأطروحات اللي تفاعل معها السادة الوزراء. ملحوظة أساسية أنه الشراكات العربية وبالذات
اجتماع مع وزير. إذا نكتفي بهذا القدر من بث المؤتمر الصحفي في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب من القاهرة.